حسن الرداد من على الونش، من على الونش وبالبرهان وبالاثبات. معلش يا جماعه الرجرجه، يعني ترجرجوا معايا. سامعين الاول ولا لا؟ سامعين كويس ماشي. اولا احلى تحيه للمخرج الكبير حبيب قلبي الاستاذ عثمان ابو لبن. صباح الفل يا حبيب قلبي. انا فاتح بس عشان دلوقتي موقف جميل، فانا حبيت اشارككم التجربه الجميله جدا دي، وهي تجربه الونش التجربه العالميه. من على الونش هطلع الموبايل فوق، بس يا رب ما يطيرش. انا يعني لو سامعني تحيه من سويسرا، عايز اجي سويسرا قريب ان شاء الله. والله بصراحه انا كنت طالع الساحل، واخدين بالكم؟ فاذا فجاه كده العربيه حصل فيها عطل فني، وربنا رزقني بونش كده معدي على الطريق، فانا حاليا فوق الونش. دي تجربه جميله وسعيده اتمنى الا اكررها مره اخرى. المغرب حبايبي حبايبي، انا بحكي لكم معاناتي بس. تحيه ليكم كلكم. فقلت بقى اعمل ايه؟ قلت اقعد مع حبايبي كده ونطلع لايف. اللي خلص شغله قبل ما يتغدى كده او يتغدى تركيا، هاجي تركيا ان شاء الله. قلت نتكلم مع بعض شويه. عطل فني عالمي عالمي، عربيه ضربت زيت على طول مره واحده، لقيت الزيت مغرق الدنيا. ربنا كرمني بقى بالونش الجميل ده، وحاجه حلوه ورجرجه جميله. انا طبعا معرفش شايف كويس، فرجرجه جميله جدا. السعوديه تحيه لكل الوطن العربي، كل الوطن العربي من هذا المكان الجميل بحيي. وبعدين جيت اتاخرت عليكم في اللايف لان جيت اعمله وفتح البتاع اللي فوقي ده، قام الكاب بتاعي طاير، فوقفنا وجبنا الكاب وعملنا شويه الشغل اللي فاكرين ده. سوريا حبايبي حبايبي حبايبي، جزائر، المغرب، تونس، سوريا، الاردن، الكويت، السعوديه، الامارات، كل الدنيا وحشتوني يا جماعه. امريكا، من امريكا اهلا وسهلا. مين فين في امريكا؟ طيب عموما يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه جميله جدا. الجو النهارده جميل الحمد لله، والشمس طالعه، معرفش انتم شايفين الجو الحلو اللي انا فيه ده ولا لا. الشمس جميله اهي، منوره ومزنهره. اه سامعيني كويس ولا في البتاع اللي فوق ده؟ والخضار الجميل على الطريق، والعشب الاخضر، والاسفلت الجميل، مبرد موتور اكيد داخل على 100,000 كيلو طبعا. والله يا ابني انا لسه عامل الصيانه بتاعت العربيه، وحاجه يعني بسيطه، صيانه ال 40,000 كيلو لمؤاخذه. وبعد كده معرفش بقى، لسه هنكتشف الموضوع بالظبط، لسه معرفش. نقفل البتاع اللي عامل وش ده. استاذ عثمان لو معانا، بس بعمل كاشه، الكاشه كده مبينه اكتر ولا احنا ايه؟ استاذ عثمان ابو لبن حبيبي اللي عملنا مع بعض توأم روح يا جماعه، وان شاء الله داخلين كومبلا من كندا. سلمى من كندا، سلمى الفيزا بتاعتي بتاعت كندا خلصت يا سلمى، لسه بجددها. كندا انا بحب كندا جدا، تورونتو. المهم مش هتبوظ السفريه. لا ما انا قلت انجوي بقى، انا قلت انجوي، يعني هي قلبت ايه؟ زيت وضرب نار وحاجات من دي، فقلت بقى ايه؟ خلينا نستمتع مع حبايبي، نقعد نهزر شويه كده ونتكلم في اي حاجه، في اي حاجه نفضي دماغنا. طبعا لو انتوا حاسين انتوا سامعين كده اكتر، فانا بنصهر دلوقتي من الحر عشان البتاع اللي ضرب ده مش عارف يشغل التكييف. فاذا احنا لا ده هيبقى صداع جامد قوي. انا اسف يعني ده يعني اكتر واجب عارف اعمله. تحيه من اوكرانيا. الجو عندنا صعب طبعا، ربنا يكون في عونكم ان شاء الله، واوكرانيا ان شاء الله الدنيا تبقى حلوه فيها، وبيت كل مصري مفتوح لاوكرانيا كلها يا جماعه. شباب وبنات طبعا، عشان يعني قصدي تاخي عشان ما حدش يفهم غلط. طبعا عارف الناس بتقول لك سنه تانيه تقول اوكرانيا وكده. فرنسا، تحيه من فرنسا والله العظيم. انا كنت ناوي اقضي الصيف ده ان شاء الله نسافر شويه، بس تقريبا بعد
بعد الواحد مش قوي عايز حد يجي يكيشني. يا منى صباح الفل يا منى، عامله ايه يا جماعه؟ انا في ناس صحابي كتير داخلين في اللايف بس انا ببقى مش عارف اقرا كل الناس، ف عشان ما حدش يزعل مني. تحيه من العراق حبايبي. طيب انا عايز يعني ايه كل الناس اللي بدات تهل دي والحياه اللطيفه من فلسطين، تحيه لكل اهل فلسطين. انا بنوع لكم مره من غير كاب، مره بكاب، مره بقلب الكاب، فاهمين يعني ايه؟ عشان الدنيا تبقى كده محدش يزعل. طيب يا حسن وحشني. محمد ابو سعد المؤلف يا عظيم، احلى روايات تفهمني طبعا يا اخي، بعشقك بسم الله. انا مش عارف اقرا الاسم حبايبي. حبايب قلوب والله. طيب عايز اعرف بتعملوا ايه دلوقتي؟ انا رايح الساحل والله يا منى، رايح الساحل دلوقتي يعني، رايح وراجع مقفول في نفس اليوم، بس العربيه باظت بقى ما اعرفش ارجع ازاي بقى. شوف لنا اتوبيس ولا اي حاجه راجعه النهارده نرجع بيها، ولا نشوف عربيات ونرجع الصبح نستغرب يعني. انتوا بما ان احنا رايحين الساحل ممكن نسال بقى، ان الصيف عندكم بدا في البلاد العربيه كلها ولا لسه في امتحانات ولا صيفتوا ولا لسه ولا ايه؟ سواء بلاد عربيه او اوروبيه او امريكا اي مكان، بنحبك من فلسطين من بيت لحم على راسي والله العظيم، على راسي كل اهل فلسطين. اخبار الطريق ايه؟ الطريق جميل، طريق جميل مفروش بالورود، جميل والجو والله حلو النهارده، بس يعني الموضوع بتاع الزيت ده هو اللي عمل امبيانس كده. نفسي اشوفك يا حسن بالله عليك ان شاء الله والله، انا ان شاء الله هعمل ناوي اعمل يوم واقابل فيه اعلى عنه واقابل فيه كل الفانز وكل حبايبنا ونجمع كده يوم جميل كده، نشرب حاجه مع بعض او نتغدى مع بعض ان شاء الله. ما قلتوليش يا جماعه انتوا في ايه، ساحل بقى عندكم ولا صيف ولا كله لسه قاعد في البيت؟ احبك من بنهم. انا رايح الساحل بكره، مش عايز ايه ولا مش عارف اقول الثانويه عامه. والله ربنا يكرمكم ويوفقكم الحمد لله. من اول ما خلصنا الثانويه عامه وانا نسيت بقى موضوع الامتحانات والتعليم والحاجات دي خالص، الجامعه بقى كانت حاجه اضافي كده في اللذيذ. ففي البيت كله في البيت. انا برضو لسه في البيت والله، الصيف ما بداش عندي، لسه انا شعري اصلا بيت مش يا جماعه، بحاول يعني ان انا ابعد عن المنظر الجميل ده. قلت النهارده اروح ابص بصه كده على الدنيا عامله ازاي، والبصه طلعت فوق دماغي، بس دي حاجه حلوه. بحاول اقرا اسوان. اسوان درجه الحراره عندكم كام دلوقتي؟ نار طبعا. تحيه لابن دمياط حبايبي، حبايبي حبيبي يا مازن. ايمي كويسه الحمد لله، لبسها على ايمي، ايمي كويسه الحمد لله. كاليفورنيا، كاليفورنيا الجو عندكم عامل ايه دلوقتي؟ الدنيا حلوه؟ الواحد كان عنده مخططات ان شاء الله كده ربنا يسهل ويعرف يسافر السنه دي، يعمل لي فولو وبعدين شيله. ماشي يا احمد. سوريا والعراق، انا بحاول اقرا بس كل الكومنتس بتاعتكم يعني. سوريا والعراق و كل الوطن العربي وكل الناس اللي بتبعت لي من امريكا ومن كندا ومن اوروبا، بحبكم جدا جدا ومبسوط ان انا معاكم في اللايف. الجو هنا بالليل برد في الساحل. لا انا راجع على طول، انا مش باين بساحل انا الساحل. كريم حبيبي يا كريم، صباح الفل يا كريم، انت المية مية. سلام للسودان، اطيب ناس والله العظيم اهل السودان. العراق بيحبوه والله، انا نفسي اجي العراق جدا 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 يعني. انا عملت دور عراق قبل كده بس ما رحتش عراق قبل كده، بس نفسي اروح. انت فاتو ولا ما انت كنت فتحت الاسباب؟ عشان
ده احنا عايزين نروح ايه؟ نروح لبلبع بقى، نروح ندي في بلبع على طول. رايك في افتتاح الالعاب المتوسطيه في الجزائر؟ حسن ممكن ترد؟ طبعا حاجه خطيره طبعا، مبسوط جدا جدا، حاجه هايله ان شاء الله يعني. انا بتعمل مسلسل رمضان الجاي يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يسهل. دلوقتي عندي باذن الله فيلم ان شاء الله المفروض هينزل في الصيف باذن الله، هبقى اعلن عنه قريب بعد العيد. وفي عندي ان شاء الله كذا مفاجاه باذن الله انا هعملها في الصيف كده، هعلن عنها قريب باذن الله. انا مبسوط انك طلعت لايف جانا، ميرسي يا جانا. انا بحب والله يعني كل فتره كده ان انا اطلع اشوفكم ونتقابل مع بعض ونتكلم. بريطانيا تحت، بريطانيا بريطانيا لازم تظبط الفيزا شويه عشان الفيزا صعبه فعشا. اكتر فيلم بحبه الاسطوره سمير غانم. لا انا بحب له حاجات كتير جدا جدا بصراحه يعني، بحب 4-2-4 جدا، بحب يا رب ولد، بحب دوره والمشهد اللي عامله في عالم عيال عيال، بحب برضو عيلة الشرقوبي بعد يذهب المزمار يعني. في حاجات كتير بصراحه دي كلها انا اديك الفيزا بتاعتي. ميرسي يا جودي والله ميرسي، لو ما عرفتش طلعها هقول لك. البحرين تحيه لاهل البحرين كلهم. انت هتعمل مسلسل هاتي او فيلم يعني، تحيه من الشرقيه حبايبي الشرقيه. هتصيف فين في الصيف؟ اروح الساحل، اروح الساحل بس واحد بقى بين القاهره وبين الساحل على طول. جودي بحبك، انا بحبك يا جودي كمان، وبحبكم كلكم. لسه جاي من مرسى مطروح، لقيت مرسى مطروح كلها، لفيت مرسى مطروح كلها. مرسى مطروح احلى بحر، احلى بحر. ديفيد ديفيد ديزل سلام يا فلان، وحشني. تحية من شربين حبايبي شربين وأجا وصورة ريهام. هلو يا ريهام، أنا على الونش يا ريهام، أنا على الونش، أنا على الونش يا رانيا. وعلى الونش يا جماعة عشان لسه جاي متأخر لازم يشوف معانا، بس عايز أجيب ال أجيب البتاع منين. إنه الونش يا جماعة، إنه الونش، وإنها الركوبة الجميلة جدا 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 جدا. طريق صورة مع الطريق. المشكلة بقى دلوقتي الكبيرة جدا موضوع الصيف طبعا، الواحد خارج من رمضان والنفع عاملة عمايلها، لازم بقى الواحد يديها شوية دايت حلوين. وهي دي الصعوبة بقى، الجريمة كلها بتبان في الصيف. سامعيني يا جماعة ولا مش سامعيني؟ كريم عادل وحشني يا كوكي، وحشني يا حبيبي. عايزين بقى نظبط الفورمة يا كوكي بقى، أنت ظابط وسايبني كده. اضحكي يا رانيا، اضحكي اضحكي كده وسيبيني على الوش. هرجع يا ريهام، هرجع كايرو ان شاء الله. انا راجع النهارده بالليل او بقى اشوف كده، ممكن ابات وارجع الصبح ان شاء الله. والله العظيم فتحه الونش دي يا جماعه انا لازم افرجكم، عالميه. شايفين جميله جدا، جميله جدا يعني. انا انصحكم ركوبة الونش، تجربه لذيذه. انت راكب كده في الطاير فوق الدنيا، وحاجه بصراحه حلوه هاجي السعوديه ان شاء الله، هاجي السعوديه وباذن الله يبقى عندي مسرح السنه دي برضه في السعوديه. وانا لما معمول لما بروح اي بلد عربي بقول ان انا رايح بعلم ليها، عشان احب اقابل كل الناس الجميله اللي موجوده في اي بلد. نتواصل مع بعض عن طريق الاعمال الفنيه، فبحب ان انا التقي بيهم يعني. طب هو واضح كده ان اغلى
اغلب الناس كلها لسه في البيت، لسه ما حدش صيف، لسه ما الناس ما طلعتش. اعتقد على نص سبعة كده الناس تبدا تطلع. انا عموما ما لقيتش ألذ منكم ان انا يعني نضيع الوقت الجميل ده مع بعض. ما اعرفش بقى متهيألي كله خلص شغله دلوقتي او مروح، او اللي ما كانش عنده شغل قاعد في البيت. بعض من الدبان يا جماعه عشان برضو يظبط اليوم، اليوم يبقى ايه حلو كده يعني، العطلان بالزيت بالكده. ننزل بقى دلوقتي ان شاء الله رايحين على مركز الصيانه باذن الله، ثم ناخذ اي عربيه من على الطريق عشان توصل لي على البيت. فهنشوف اي فاعل خير موجود يا سلام يوصلني، تبقى حاجه جميله قوي. دهب يا ابو علي عظمه. انا ما رحتش دهب قبل كده خالص والله، بس عايز اروح. بسمع انها خطيره جدا يعني، الواحد مقصر في حق زينة بصراحه، هو بس شرم الشيخ والغردقه والجونه بس. انا اسمع سهل حشيش رحت، بسمع بقى ان في حاجات كتير حلوه قوي في سينا، عايز اروح. مسافه قوي. تحيه من المانيا. المانيا الجو ايه دلوقتي يا عمر؟ عمر اه انا في كندا سوسن. لا انا بروح كندا كتير على فكره، وبحب كندا جدا، بس بروح اقعد في تورونتو على طول عند اخويا وصديق العمر توني. ما اعرفش توني داخل معانا هنا في اللايف ولا لا. تحيه من دبي. بسمع ان الجو بدا يحرر في دبي دلوقتي، مش كده؟ انا عشان الشمس ضاربه فانا مش عارف انتوا شايفيني كويس ولا لا كده، بتهيألي يعني ايه صح. الله كده بقى مش شايفكم اصلا يعني، كده حاجه بسيطه كده مش شايف اي حاجه. تحيه من المغرب، تحيه من الامارات. دي لا تونيزا، دي اكيد بقى بالفرنساوي صح؟ دو ولا دي؟ دي لا تونيزا بو في شي لا غابيك بس تريا فوتيسور. جو نيس بي بارلي، جو نيس بي بارلي فرنسي. جنسبا انا اعرف بس بالفرنساوي. جو مابيل حسن الربيت توي نوزالون فوزالي. المنصوره صباح الفل. طيب يا جماعه انا مبسوط ان انا كنت معاكم في اللايف الجميل ده، ومبسوط جدا لما بشوفكم. اتمنى تكونوا كنتوا سامعيني اصلا، واتمنى تكونوا انبسطتوا في اللايف الجميل ده. انه اللايف اسمه اللايف من على الونش. روح سد راس صدر، والله فعلا عايز اروح راس. الواحد ممكن معلش في زعروره طالعه كده مش عارف اعمل فيها ايه. والله في حاجات كتيره قوي عندنا الواحد عايز يسافر فيها، بس الوقت بقى قليل بقى ان الواحد يقدر يسافر. تونس ما رحتش تونس قبل كده. هلالي ما رحتش تونس بس عايز اروح. هاي فروم ماي هاوس من ميما. ميما تي عترونتو. كده اسف جميل. وبعدين ايه الواحد يسوق اه لو سامعني، يسوق كده ومفيش ولا بنزين ولا اي حاجه، حاجه جميله. حبايبي الحلوين انا انبسطت جدا ان كنت معاكم، وببسط لما بقابل الناس كلها من المغرب والجزائر ومن تونس ومن مصر ومن امريكا ومن اوروبا. مودي محمد الرداد، مودي حبيبي يا مودي. انا معايا حبيبك على فكره، بس ما بحبش اطلع في الكاميرات. اطلع. لا لا اه معايا شادي قاعد جنبي، بس ما انت عارفه ضد ال تديله بصه بس. لا 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 تحيه مودي. لا 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 اه ابراهيم. يا ابراهيم اصحى. ابراهيم حي جمهورك. ابراهيم قد الدنيا قريب حبيب. ابراهيم قريب 100 100. انت مرتاح ورا؟ قلت عليه حلوه ركبه الوش حلو. طيب احنا قربنا اهو داخلين ان شاء الله على داخلين في العمليه. خلاص داخلين على مارينا ان شاء الله. نسلم بقى الاوتوموبيل. ويا نائل بيه يا حبيب قلبي، يا نائل يا روح قلبي صباح الفل. يرضيك كده نائل؟ ركبوني الونش يا نائل، ينفع كده؟ ان
شوف بقى اي عربيه بقى تودينا في اي حته ولا في اي حاجه ولا نركب اي مواصلات ولا اي بتاع. ماشي. واللي معدي وعايز يعمل واجب، احنا في مارينا يا جماعه، عايز يعمل واجب يعني مش هقول لا. لسه راجعين من الشغل ونازله الجيم. برافو برافو برافو. انا برضو يعني لسه راجع الجيم قريب، وموضوع صعب قوي في الاول والاكل وكده، وانا اليومين دول قطع كارب خالص. عايزين بقى نعمل فورمه جامده، لان في ان شاء الله في شغل جامد قوي. مودي بيقول لك رايح فين وساب الموقع. رايح الموقع. رايح الموقع. رايح الموقع يا مودي. وحشنا يا مودي، وعايز اشوفك لما ارجع ان شاء الله باذن الله كده بكره. يا جماعه بحبكم، وقبل ما اقفل معاكم هقرا لكم دليله بالفرنساوي. بونجور حسن، جيسبر كو تي فا بيان، جيسبر اسبري او جيسبي اسبري اسبري ولا مش لا اكيد لا جيسبر دو رافي تو بي بيان. انا تو بيان بيان اوسي. ماشي. صباح الفل يا جماعه، وبحبكم قوي من السويس ومن كل الدنيا، وحبيبي يا مودي وبحبكم جدا، واتمنى لكم ان شاء الله يوم جميل جدا. واللي يطلع يركب عربيه بقى كده يامن على حاجتين، يامن على الزيت ويامن على الكساحه وراه على الونش عشان لو في اي حاجه. بعتلك تعليق انا رايز. فين ابراهيم؟ بعتلك تعليق يا رايز. لازم نعلق ابراهيم الاول. تسجيله وعم زعيم تشكيله. استنى ما اشوف عشان ارد عليك بقى يا ابراهيم، يعني معقول؟ فين؟ ما جاليش. هو جابك اديك مره. ابعت تاني يا ابراهيم. لازم ارد عليك. هاي فروم يو اس اي. سويت لو. يلا ابراهيم فين؟ برنس جيلو عم تنجيلو. ايوه رايز والله برنس جيلو وزعيم تشكيلو. يلا ابراهيم ارد عليك. الصوت الصوت مش باين؟ لا حالا لا. لا ده انا في حد بيقول الصوت. انتوا مش سامعيني يا جماعه؟ سامعيني يا جماعه ولا لا؟ انت بعت لي يا ابراهيم؟ انا بعت رايز ابعت لك تاني. بعت ايه دلوقتي بتبعت لسه؟ اه. طب يلا عشان الجمهور مستنيك يا ابراهيم. والله يبارك. ادي يا ابراهيم. هاي فروم جيرماني. هلو هلو جيرماني. ايش لبدش؟ هلو فروم روكو. بالزاف اخويا عمال لك كاس. ها؟ اخويا انا رحت مراكش قبل كده والله، وبحب المغرب جدا. يلا ابراهيم فين عم جيلو؟ فين انت؟ احلى استاذ حسن في الدنيا كلها. بعته ولا لسه؟ اه بعته وهبعت تاني. يا ابني بتبعت امتى يا ابني؟ عشان خرب بيت عقلك، انت بتبعت على مين يا ابني؟ يا جماعه الاستاذ ابراهيم بيبعت لي دلوقتي عم جيلو عامل اناديل وعامل ايه؟ عم جيلو زعيم تشكيله. ماشي عم جيلو زعيم تشكيله. احلى تحيه للاستاذ ابراهيم. عم جيلو زعيم تشكيله. واحد بيقول لك هو تخلص يا هيمه بقى، زهقت هنا يا هيمه، ابعت ام البتاع بتاعك. كل ده بتكتب في جيلو؟ ها؟ والدنيا حر هنا وبنشر على ابعت يا ابراهيم. ده بقى نداء قوم يا ابراهيم. كله بيقول لك ابعت ابراهيم. كل ده احنا وصلنا الساحل يا ابني وانت لسه بتبعت في الجوب. انت في تشكيله دلوقتي ولا بتكتب في ايه دلوقتي؟ بس خلاص يا ريس منور الكون كله. انت اللي كاتب عم جيلو؟ عم جيلو زعيم تشكيله. مفيش زعيم تشكيله جالي، جالي عم جيلو بس. هو انت اتش اي ام؟ ابراهيم فليكس. ابراهيم فليكس؟ فين ابراهيم فليكس ده ابراهيم؟ فين ابراهيم؟ والله بعت لك وريني كده وريني كده. اهو يا جماعه اهو، عشان طالما ما وصلش يبقى هنا اهو. انت بتبعت على الفيسبوك يا ابراهيم؟ يا ابني انا على الانستجرام. يا ايوه على الانستجرام. خلصانه؟ خلاص بقى الناس تستنى. ناس فرح مصالح مش معقول ابراهيم كل ده. واحنا يا ابراهيم بقى نداء. مين اللي بتقول لك يا ابراهيم؟ حرام عليك، ده لازم تراعي فرق التوقيت. في فرق. هتبعت يعني عم جيلو ولا؟ ابعت رايز طبعا عم جيلو طبعا. خلاص يعني مقبوله منك عم ابراهيم، مقبوله منك في الفيسبوك، مقبوله منك. خلصانه ابراهيم بعت يا جدعان اهو الناس. خلاص انت بعت ده ابراهيم؟ بعت عم جيلو زعيم تشكيل على الفيسبوك. على الفيسبوك. هترد وترجع لي على الانستجرام دلوقتي مش مشكله، او بعدين اعتبرها وصلت. حبيبي دكتور احمد عمر حبيب قلبي، حبيب قلبي، صديق العمر وملك السايكولوجي وملك الدايت وملك التخسيس وحبيب الدنيا. حبيبي يا فاروق. فاروق يا فاروق انا على الونش يا فاروق، انا على الونش يا فاروق، انقذني. حبيبي فاروق يحيى اخويا وحبيب قلبي وصديق العمر. ماشي عم فاروق. فاروق اللايف ده على فكره عشانك، انت دخلت عندك والناس قالوا اطلع لايف فطلعت. حبايبي يا جماعه ادخل بقى انا الصيانه ونشوف اليوم ده هنقضيه كله في الايه؟ في الزيت ان شاء الله وفي الطرمبات والبتاع دي. صباح الفل.
البتاع ده بيقف منين يا جدعان؟ مش حد يعرف يقول لي اللايف بيخلص منين يا شباب؟ لا ما اعرفش. عم جيلو زعيم تشكيله حلو حلو زهرت خلاص حلو اهي بس كده خلصنا الكلمتين حلو اهو 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 وايه نجاح نجات اهو عم جيلو زعيم تشكيله حلو حلوه. طيب يا جماعه انا نفسي اقفل اللايف عشان انتوا اكيد ممكن تبقوا زهقتوا بس انا مش عارف اقفلهم ليه. فاللي عنده اي حاجه يعني يروح عشان صباح الفل يا جماعه صباح الفل. وصلنا يا جدعان ارض المعركه وصلنا خلاص وصلنا ارض الصيانه ارض السياره واللحظه دي تشاركونا فيها لحظه النزول من على الايه نزول من على ال عم امسك لك انا طيب وانت حسب ابراهيم زعيم تشكيله ابراهيم صوت نفسك كويس كده الطريق كله حلو عايز يعملها يقول لنا طبعا الفل يا رجاله انت معانا طبعا الفل تمام. دي زلطه الظهر بقى جت احلى صوره دلوقتي احلى صوره خش احنا على اللايف على اللايف دلوقتي مع فين يلا اللايف مع باشا تعالى كده تعالى كده احلى رجاله احلى رجاله في مصر احلى رجاله في مصر نور الدنيا كلها يا باشا هتصلح العربيه دي ولا لا دلوقتي تنزل مش عارف اقفل اللايف انتوا هتقعدوا معايا لغايه بالليل انا حاسس ان انا قاعد بالليل وبابه احنا يا جماعه قدرنا نعيش مع بعض تقريبا ما تقرا التعليق تحيه من ليبيا ليش ما تقرا التعليق لا يا حبيب قلبي انا والله اهو بس انا في موقف لا احسن عليه. اولا الاستاذ ابراهيم فيليكس قال لي عم جيلو زعيم تشكيله وكتبها لي على الفيسبوك بعد دي مشكله اكبر مشكله العربيه اللي ايه انا مش شايف الشمس احنا مع بعض احنا قدرنا واحد احنا قدرنا واحد خلاص احنا خلاص عايشين مع بعض اللايف ده مش نافع فاروق قافل ازاي فاروق اللايف يا جماعه احنا مع بعض بالليل بقى ادخل انام والصبح بقى ونعيش لغايه لما نكبر والافلام والمسلسلات يعني بصراحه يعني سعد من اسكندريه حبيبي عم سعد حبيبي حبيبي وبعدين يا جماعه اللي عايز يجي ياخدني ما تقلقوش انا شفت ناس كتير متبرعه كله عامل من بنها مطنش حد يجي يعدي ولا اي حد سال ميرسي شكرا يا جدعان على هي دي الصحوبيه ماشي فاروق اقفل اللايف هنا يا فاروق انا يا فاروق ارجوك قول لي يا فاروق مش ناوي تيجي دبي؟ لا ناوي اجي دبي قريب ان شاء الله قريب. عم جيلو زعيم تشكيله عم جيلو زعيم تشكيله يا جماعه. طب في اي حد لوجه الله يقول لي اللايف بيتقفل منين؟ يا ابو علي يا ابو حسن نادي سالي يا سالي الاوتومبيل نازل اهو الاوتومبيل نازل يا جماعه دوس الاكس اللي فوق على اليمين ريهام صح ماشي يا جماعه يلا باي باي يلا باي.